ارفع مجموعات لان يشكل منها هيئه الدفاع للمدعين بالحق المدني. انا بطلع على حرام الاسماء دي. تاخد سعادتك والتوشيح من الناس عايزه تسمع التوشيح. اهي اقولها. انا بطلع. اختيار لجنه. استنى يا استاذ محمد. اختيار لجنه. يا اساتذه ماشي والله تنصيص عقلاء اختيار لجنه من كبار المحامين اختيار لجنه من كبار المحامين ماشي لتحضير القضيه. انا بقى كده بتكلم يا استاذ يا استاذ قاعده بس نسمع بعد كده بيحضروا هو ابني في المرافعه اتفضل كبار المحامين المتخصصين اللجنه دي بتقعد مستخبيه في الاوضه اللجنه دي تقعد مستخبيه في اوضه للتحضير وانا مستعد اكون منهم مش عايز اروح شغل نقعد في اوضه للتحضير واخرين تحددوا من اللجنه وعدد محدود مش طابور عدد محدود 3 4 5 بالكثير للمرافعه بالاساتذه وان توضع مضبطه تجمع جميع اللجان الحريات السياسيه مش عارف ايه تجمع الناس دي كلها في مضبطه على اساس يكتبوا الاحداث اللي اللجنه قاعده بتعملها وبتحضر واللي بيترافعوا كل الاحداث وتكتب اسماء المحامين فيها كلهم عشان ما يضربوش بعض عشان يدخلوا يطلعوا يبقى في حاجه هتوثق يبقى عارف اسمه هيوثق مش هيتزاحم يبقى اديتوا له حقه من خلال مضبطه يتكتب فيها كل الاحداث وحضر كله من الاستاذ 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 وحتى اللي ما حضروش وفي دراسة القضية لكل من أساتذة اللجان فلان وفلان يبقى احنا في المضبطة هنوثقها ثبتنا كل المحامين يبقى كده مش هخليه يروح يتزاحم لأن هو اسمه اتثبت في المضبطة وشكرا. التوصية الأولى يا أساتذة هي تشكيل لجنة اتصال. هذه اللجنة لجنة اتصال مننا احنا. هذه اللجنة مفوضة. فأن تتصل مع جميع هيئات الدفاع الأخرى أيا من كانت. دون التقيد بعدد نعم. اي من يتطوع للدفاع هذه اللجنه لا تشكل مننا مهمتها الاتصال والتوصيل معك. هذه اللجنه بشكل مبدئي مكونه من الاستاذ ناصري محمد، الاستاذ صلاح ياسين، الاستاذ سعد حسن الله، والاستاذ طارق ابراهيم. الجزئيه الاخرى والاهم هي اننا في حاجه الى اتباع اخر. لاننا لم نخلص بعد الى توافقات ولا نظام معين نقدر نحدده ونحضر فيه يوم الاربعاء او يوم الخميس في القضيتين المؤجلتين. ومن ضمن هذه الاقتراحات الهامه هي تشكيل اللجنه التنسيقيه التي تتولى التنسيق في حضور المحامين اولا الشكل امام المحكمه امام الاعلام وده شيء مهم. خلينا النهارده نمر الورق بينما هذه الورقه من يشاء ان يضع اسمه بين هذه اللجنه التنسيقيه فليتفضل. سيتم بعد ذلك سيتم تصفيه هذه الاسماء في الاجتماع اللي جاي ان احنا مش قادرين نوصل لاسماء محدده دلوقتي بحيث يكون عددهم ما بين 7 إلى 10. نقطة اتصال يعني ثانية واحدة عشان تثبتوا لا أنا عايز أوضح حاجة أنتوا هيجي يقف معانا القعدة الجاية أستاذ محسن أربع مجموعات أستاذ محسن ما ينفعش هتكتب اسمك هتكتب ليه؟ أرغب في إن أنا أعمل كذا وكذا الأستاذ ناصر هيكتب مثلا أرغب في أعمل كذا وكذا أنا ما أعرفش أنت ملكاتك في إيه تمام ماشي على أساس إن إحنا برضه عايز أخوان نروح الفريق يا أستاذ أسعد تحط في الاعتبار إن إذا كانت في لجنة اتصال بأربع مجموعات أساسية اللي الأربع مجموعات دول جواها تشكيلات فالتشكيل أو الاقتراح بلجنة التنسيق أو لجنة بحث مش هيبقى نهائي عشان ما بقاش من قضايا عند الزملاء لازم يحصل توافق يعني مثلا افترض مثلا الاستاذ سين في مجموعه من المجموعات قال والله ده احنا عندنا 4 في التنسيق وانا هقول له انا عندي 5 في التنسيق يبقى ناخد 2 من هنا و2 من هنا فاحنا مش هنشكل اشكال نهائيه الا في الاجتماع الجاي يوم الثلاثاء ان شاء الله هو في حضور المجموعات كلها حول ايه؟ عشان نضمن تناغم اتفضل يا استاذ نقطه هامه جدا اعرف فتحي ابو اخوكم فتحي ابو الحسن محامي بالنقد ومستشار قانوني معتمد من ولايه نيويورك الامريكيه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد استعاذه من الشيطان الرجيم احنا كلنا
تقريبا صايمين. موقفنا مع المحكمه من حيث الحضور ومن حيث ابداء الطلبات ومن حيث معامله القاضي ليها. الحقيقه انا كنت مستاء جدا واكيد معظم حضراتكم كنتوا مستائين من تناول وتعامل القاضي معانا، حتى ان انا في اثناء الاستراحه لما رفع الجلسه قبل ما يطلع عشان يرد القرار كلمت مع الزملاء اللي كان موجود يفتكر وقلت يا جماعه نحن متضررون من تهميش المحكمه للمدعين بالحق المدني وعدم معاملتهم بالمعامله اللائقه، وعايزين نؤكد طلب بالكلام ده ونمضي عليه. فزميل اقترح وقال لا نثبته في محضر الجلسه. هو كان سواء طلب كنا رفقناه او كنا شفاهه قلناه. الحقيقه ان طبعا رئيس المحكمه طلع، انا كان فين الميكروفون؟ وانا تعمدت انه يكون معايا لان انا كنت متضرر جدا زيكم من سوء معامله المحكمه لنا، ولذلك مسكت ميكروفون كده حطيت عليه واتكلم يطلع زميل فاضل وانا بتكلم وهو ما معهوش ميكروفون بيضرب. لو انا اتكلمت في الميكروفون صوتي مع صوته هنبقى عزام الله حفظه الله غنم. فسكت الناس مستأجرة على حتة ما نعرفش نتكلم. صلوا على الحبيب بس صلى الله عليه وسلم. كمل عشان الموضوع ده مهم. محمد مقبول استاذ اشرف مصطفى لو تكرمت وبهوات